مرحبا. أهلين. اضطرينا نغير المكان. مو مشكلة. هدول لنا؟ موضوع منتهي. $10,000 معك؟ وقف، خذ. شو هذا؟ مساك مهند. هدول 18,000. من وين جبتهم؟ بعت السيارة. شو عم تحكي؟ علي انت مجنون؟ ليش سويت هيك؟ انا ما طلبت منك شيء. مهند انت شو دخلك؟ انا بعت السيارة مشان الزواج مو مشان علي. علي بلا كذب، لانه انا بعرف ليش انت بعتها. مشاني. والله انا كنت بدي بيعها من زمان. خذهم. لا علي، مستحيل اني اخذهم. انت بحاجتهم. مو هدول مصاري اخذتهم من شغلي معك بالفرن؟ هدول ما كانوا صدقة، هدول حق تعبك. طيب اعتبرهم يا اخي عربون محبة، او الا خلص اعتبرهم دين. مهند انا شايل مصاري مشان عرسي، لا تاكل هم. مو هلا رح نعمل. خذهم. مو قادر اني اخذهم. مبلا ورح تاخذهم هلا. جننتني يا زلمه. يلا لشوف، رح ترجعهم بس يصير معك. نحن مو أخوة؟ لو كنت أنا محلك وكنت بحاجة مساعدة، وقتها بتتخلى عني؟ شو يا أخي؟ خذهم. أنت رجال يا علي. هدول 5 بس. إيه، رح أعطيك الباقي لما تسلمني الزلمة حسب الاتفاق. يعني حضرتك ما بتثق فيني؟ أنا ما بثق بحدا، بس أنا بقدر أخذ هالمبلغ منك وهرب. شو مفكر هالمبلغ قليل؟ بحمل حالي وبهرب. اسمع، إذا حاولت تلعب علي رح موتك واشرب من دمك. فهمت؟ بصراحة كنت مفكر إنه مشكلتك معه بسيطة. ما كنت بعرف إنه هالزلمة مهم كتير بالنسبة لقلب. مهم كتير، كتير مهم. منشورة أخباره لهالزلمة بالصحف التركية. دير بالك أنت عم تلعب بالنار، أي خطأ ممكن يروحك. هالزلمة مانو سهل أبدا. أنت بس جيب لي إياه، أنا ما عندي شي أخسره بنوب. مفهوم؟ هلا هدول الجماعة رح يسافروا بكره. استأجروا طيارة صغيرة من مجيد تهبار، ومجيد تهبار ما رح يتحرك إلا بإذن منا. يعني عيوننا وأداننا هنيك. وين مسافرين؟ لسه مو مبلغينهم بالاتجاه. أبدا لا تاكل هم، أنت رح تكون هنيك بوقت الانطلاق. أنا رح خبرك الساعة عن طريق عباد، وأنتوا استنوا مني خبر وكونوا هنيك على الوقت، ولا تنسى تجيب المصاري، وإلا رح نخلي العصافير يطيروا. بالتوفيق. الله معك. رح تمسكوا. شايف هذاك الزلمة عامل عملية افتاء؟
قال في عنده حبيبة ومرته بتعرفي قصته، بس الزلمة وقت مرض اجت حبيبته قالت شو دخلني لحتى اعتني فيه، خلي مرته تشوفه، واجت مرته وقالت انا كمان ما دخلني خليها هي تعتني فيه، المسكين ما ضل حدا جنبه مشان هيك صار معه فتاة. لا تحكيني مو قدران اضحك. نسيتي القطاب. اجت جارته شقت علي وخبرتني قصته لهالمعتر، لك لو بتشوفها كيف شرشحته قدام كل المشفى ما ضل حدا وما عرف قصته. لك تركيه بحاله بقى، تركيه فعلا. شو في قصص غريبة بهالحياة؟ إذا ما في إزعاج ممكن تشيليها من هون، بترجاكي ما تأكل. لا لسه ما أكلت شي. صدقيني مالي نفسك. لا ما بصير، لازم تأكل مشان تقوى وتتعافى. والله مو قادران أكل. خلاص لكن رح أتركك على راحتك. شكرا كثير إليك. حبيبي بابا. بنتي حبيبتي. لك انتبهي على مهلك عليه شوي.